السلام عليكم الاخوان ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مبروك للفرق المغربيه كامله، للوداد، للرجاء، لحسنيه اكادير، لنهضه بركان. الفرق المغربيه كلها جابت العز، الحمد لله، فرحونا كاملين. بقى لنا المباراه الاخيره في هذا الاسبوع هي ديال حسنيه اكادير. حسنيه اكادير اللي كان منتصر في المباراه بواحد لا شيء، وتعادلت معها انيمبا النيجيري. انيمبا اللي هو فريق كبير، المباراه انتهت بالتعادل واحد مقابل واحد. اجمل ما كاين في المباراه، وركزوا عليه مزيان، هما الاهداف اللي ضيعت انيمبا. جوج ديال الاهداف المرمى خاويه وما كيسجلوش الهدف ديال الثاني. غادي نخليكم الاخوان ديالي مع الملخص ديال المباراه، وعطيونا الاراء ديالكم من خلال التعليقات. شاركوا في هذه القناه انور برو هادي، لان الاخرى ما بقاش عندي. نتلاقاو في لافات الفيديو الاخوان ديالي. كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بالملخص. مبروك للفرق المغربيه كامله، الوداد، الرجاء، حسنيات اكادير، نهضه بركان. الحمد لله عجبني الحال، فرحونا كاملين. ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو ليا في راسكم. كنتمنى تشوفوا ان شاء الله في شي فيديو احسن من هذا. كنتمنى يكون عجبكم التطبيق اللي انا حطيت لكم هنايا في القناه. الناس اللي ولاو يتفرجوا في القنوات البين سبور عندي، ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو ليا في راسكم. السلام عليكم.